طيب مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ اي او اس 15 نزل اخيرا بشكل رسمي، تقدر تدخل على موبايلك دلوقتي، تدخل على ابديت تلاقي اي او اس 15 وتعمل له داونلود. انا قاعد بجرب الصراحه بقالي شويه وبكتشف الحاجات اللي فيه، فقلت اعمل لكم فيديو بقى عن اهم الحاجات اللي انا اكتشفتها. والحقيقه هو فيه شويه حاجات جديده مهمه قوي وهتفرق جامد. هي حاجات جوه يعني، ما فيش تغيير قوي في الشكل ولا حاجه، بس هي حاجات مهمه قوي، فعاوزك ايه تركز عشان هنخش في شويه تفاصيل. وفي الاول اللي حابب انبه ان الاي او اس 15 هيبقى متاح للايفونات كلها من اول 6 اس و6 اس بلس وطالع بقى، وهيبقى متاح برضو للاس اي، الاس اي الصغير والاس اي 2 اللي نزل من فتره. بص يا سيدي، اول ما تنزل التحديث وتدخل على الموبايل، قبل ما تدخل على الهوم سكرين هيقابلك اول حاجه اتغيرت وهي الاشعارات. دلوقتي الاشعارات بقت اصغر شويه وابسط، السنه اللي فاتت كانت عريضه قوي واخده مساحه كده، والايكون بتاع الاب اللي بعت لك الاشعار ده بقى باين وواضح وكبير كده. انستجرام عادي، السنه اللي فاتت برده كان صغنطوط خالص كده مش باين. الاشعار حتى هو بيظهر لك جوه برده بيظهر بنفس الحجم ده، صغنطوط كده وفي صوره الاب او الشخص اللي بعت. برده بقى عندك اوبشن دلوقتي حاجه اسمها ملخص الاشعارات. ملخص الاشارات ده يا سيدي بيتم لما انت ما تستخدمش الايفون بتاعك لمده كبيره، انت نايم مثلا، نايم بقالك فتره كبيره وعمال يوصل لك اشعارات، فالايفون كده من نفسه يبتدي يحدد اولويه الاشعارات دي ويجيب لك كده الاولويه، الحاجات اللي انت بتفتحها دايما مثلا يجيبهم لك كده ويرصهم لك في خانه واحده، الاولويه في الاولويه عشان اللي فاتك ايه ما تقعدش تدور فيه كله، لا ده عندنا كذا حاجه كده اولويه بس نبص عليه. الموضوع شغال الى حد ما كويس وبيحاول يشوف الابس اللي انا بفتحها، بس برضه بناء على ايه يحط الاشعار ده اولويه؟ يعني هل مثلا على مدى الخبر السعيد اللي في الاشعار ده، ولا التطبيقات بقى تبتدي تتنافس مين اللي يبعت اشعار احلى عشان يبقى في الاولويه بتاع الايفون. بس يا سيدي ده بالنسبه للنوتيفيكيشن، سوايب بقى لفوق كده وافتح الهوم سكرين بتاعتك اللذيذه، ما هتلاقيش اي تغييرات اطلاقا في اي حاجه، لا شكل الايقونات ولا في حاجه في الجنب ولا في حاجه في النص، الدنيا زي ما هي عادي. بس في حاجه بسيطه خالص، وهي انت تقدر دلوقتي تضغط ضغطه مطوله كده وتضغط على الثلاث نقط دول فتتحكم في الهوم سكرينز اللي عندك، تقدر تحركهم، تخلي الاولى الثالثه تغيرهم، تبدلهم، تمسح حاجه فيهم مثلا عشان الموضوع ده بيبقى ملخبط قوي. بس يا سيدي هو ده فعلا اللي تم في الشكل الخارجي بتاع الهوم سكرين والنوتيفيكيشنز والكلام ده. خلينا نخش بقى على طول في واحده من اهم الحاجات في التحديث الجديد ده، ومن اكتر الحاجات اللي انا اتبسطت وانا بجربها، وهي الفوكس مود. ركز بقى عشان الموضوع ده ايه بيغير في حياتنا. خلاص دلوقتي بقى عندك لما تنزل كويك سيتنجز كده اوبشن الفوكس مود، اضغط عليه هيظهر لك كذا مود، شغل، نوم، شخصي، كل مود من دول بمجرد تفعيله الايفون هيدخلك في المود ده حرفيا بقى، وده عن طريق الموبايل هبتدي يفهم انت مفعل اوبشن الشغل خلاص مع احنا هنوقف التطبيقات الفن بقى، لا انستجرام، تيك توك، فيسبوك، الحاجات اللي انت بتدخل كده ايه ده الله انا قطه فيها سحله بقى 3 4 ساعات هيمنعها، انت دلوقتي شغال خلاص. والله عندي اوبشن تاني شخصي مثلا، الشخص ده هيمنع لك تطبيقات الشغل، اي حاجه فيها ميل، اي حاجه واتساب بيزنس، اي حاجه فيها شغل هيمنعها ان هي تبعت لك اي اشعارات. الفكره بقى اللي عجبتني قوي ان انا اقدر اعمل مود خاص بيا، عامل مود باللبن مثلا، مود لا خلاص انا وقت مثلا بتمرن او بروح الجيم فاعمل مود مخصوص اسمه جيم مثلا، تدخل على المود ده وتدخل على الاعدادات بتاعته وتخصص اشخاص معينه يوصل لك منهم اشعارات وانت مفعل المود ده، وابس معينه او تطبيقات معينه، مجرد ما تفعل المود ده خلاص مفيش اي حاجه هتوصل لك غير الحاجات دي بس. كمان تقدر تخصص هوم سكرين مخصوص للمود ده، تدخل على السيتنجز برضو وتختار هوم سكرين معينه، بمجرد ما تفعل مود الجيم الهوم سكرين بتاعتك تنزل. الهوم سكرين دي بيبقى مثلا فيها المزيكا والحاجات بتاعه التمرين، الحاجات بتاعه الصحه مثلا او الطقس او الكلام ده لو انت بتتمرن من بره او كده. خلاص يا باشا اول ما تفعل المود ده كل حاجه فاهم بتتخصص مرن بقى. لا حوار الصراحه خطير قوي، مبسوط بيه وحبيت اكتر فكره بقى في حاجه تانية، هو ان انت تقدر تخليه هو يقرر يفتح المودز دي امتى، وده هيبقى بناء على اللوكيشن او الوقت او الاب اللي انت هتديهم له. هتدخل على السيتنجز برضو ان انا اول ما ابقى في اللوكيشن ده تفعل الورك مود اوتوماتيك، انا مش محتاج ادخل افعله حتى، او تعمله بالتايم، تخصص وقت معين من الساعه 9 للساعه 5 انا هبقى نايم، من الساعه كذا للساعه كذا انا هبقى عامل كذا،
لا خلاص بقى، حياة منظمة وصفحة جديدة من هنا ورايح. وعاوز اقولك بقى كمان ان بيخدمك في حاجة قوي. طبعا انت بمجرد ما تفعل مود من دول هيمنع نوتيفيكيشنز بتاعت اصحابك، فمش هترد على حد. هيجي واحد صاحبك يقولك ايه، احنا كنا قاعدين مع بعض قررنا فجأة ان احنا عاوزين نطلع شمال السودان واتصلنا بيك ما ردتش. لا ده مش هيحصل بقى نجم، لان هو بمجرد ما تفعل حاجة زي كده يبتدي يظهر للناس، زي مثلا ان انت بتظهر اونلاين عند الناس او بتظهر اوفلاين. لا ده بيظهر بقى ان انت في فوكس مود كذا. لا الصراحة موضوع لذيذ قوي، وحاول تجربه وتلتزم بيه فعلا، هينظم لك الدنيا. ومجرد ان انت تقول لها هي سيري انيبل ذا سليب فوكس مود مثلا. جميل جميل. الايام الجايه بقى انا هسافر واجيب الايفونات الجديده واعمل لها فيديوز هنا، فلو انت مهتم لسه اكيد تشترك في القناه، تفعل زر الجرس وتعمل لايك والحاجات دي. بعد ما تفعل بقى الفوكس مود المناسب ليك، عاوز تشتغل بقى او عاوز تكلم حد شخصي او كده، هتستخدم الفيس تايم. الفيس تايم اللي بالمناسبه تم عليه تغييرات كبيره، اولها ان شكل التطبيق نفسه اختلف، عملوا له ريديزاين كده لذيذ، بقى منظم اكتر. ولاحظت برضو ان الالوان اللي فيه حتى اتغيرت، كانوا بيستخدموا اللون الازرق كده، المره دي مستخدمين الاخضر. وبقى في ايقونتين ظاهرين كده واضحين جدا، واحده ان انت تدعي اصدقائك ان هم يدخلوا معاك، والتانية بقى بتغير في مجرى الكون الايقونه الزنطوطه دي. مجرد ما تضغط عليها بيعمل لك كرييت للينك، بيجيب لك لينك انت مش متخيل. في 78% من الكوكب بيستخدموا اندرويد، ده ما كانش اوبشن بالنسبه لهم، ما ينفعش يستخدموا الفيس تايم. بس طبعا عشان الوضع اللي احنا فيه وان الناس بدات تستخدم الفيديو كولز اكتر، والناس بتدرس اونلاين دلوقتي والناس بتعمل حاجات. بس الحقيقه هو تطبيق فعلا حلو جدا الفيديو كولز، وضافوا عليه بعض الاضافات اللذيذه، زي دلوقتي بقى عندك بورتريت في الفيديو، وده ايكون صغنطوط كده وانت بتتكلم، مجرد ما تضغط عليه بيعزلك تماما على الخلفيه، وعزل بقى حقيقي مش زي بتاع زوم اللي بيبقى فيك ده، عزل اكيد افضل كتير. بس في نقطه، في نقطه مهمه قوي في موضوع العزل ده، وهي ان مش كل الايفونات هتدعم حاجه زي كده. الايفونات اللي فيها معالج A12 بايونيك فيما فوق، يعني مثلا ايفون اكس مش هينفع. خد بالك يا برعي، برضو بقى عندك كذا اوبشن في الصوت، وده برضو بيعزلك، بس بيعزل الصوت بقى، بيعمل نويز كانسليشن كده لو في بقى حرب اهليه ورا، حد بينفط كنب مثلا. هو شغال كويس الصراحه، بس بيبان برضو ان هو عامل نويز كانسليشن كده لو الصوت اللي وراك عالي قوي. الاوبشن اللي تحته بقى ده بيعمل العكس بالظبط، اللي هو بيدخل لك بقى الصوت كل اللي حواليك عادي، عشان لو انتوا كذا حد بيتكلم او لو مثلا عاوز يسمع صوت الطبيعه او حاجه. ما عندناش من الاضافات الجديده برضو في الفيس تايم هي الشير بلاي، او ان انت تشير حاجه مع حد انت بتكلمه، سواء مزيكا او افلام، او حتى تشير السكرين بتاع الموبايل بتاعك معاه. هم اعلنوا ان دي فيتشر جديده لكنها لسه مش متاحه علينا، هتنزل قدام تقريبا شويه في تحديث تاني او حاجه. ماشي. الحاجات برضو اللي كانت لذيذه قوي وقاعد بجربها على كل حاجه وانا ماشي من ساعه ما حدثت الايفون، هي حاجه اسمها لايف تكست. اللايف تكست دي يا سيدي باختصار اي نص في اي حته على اي شيء تقدر تسكانه دلوقتي بالموبايل وتعمل له كوبي وبيست وتترجمه. يعني مثلا انت دلوقتي دخلت على النوتس، تقدر تضغط شويه وتضغط على تكست فروم كاميرا، ومجرد ما توقف على مكان معين كده فيها ياخده يحطه في النوتس. والكلام ده موجود بقى في الصور كمان، يعني انت فتح الكاميرا عادي خدت صوره، هتدخل على الصوره تلاقي ايكون صغيره كده تحت، تضغط عليها فيبتدي يحدد لك النصوص اللي في الصوره اوتوماتيك. لو مش عاوز تحددها اوتوماتيك تقدر تحددها انت برضو، تضغط على اي كلام كده في الصوره وتحددها يا معلم وتعمل له كوبي. الموضوع ده هيفرق جامد جدا لو انا في محاضره مثلا، او الطلاب والشغل، لو حد بيعمل برزنتيشن لحد ولا بتاع. خلاص انت بعد ما هو خلص طلع الموبايل، خد صوره حطها في النوتس، ابعتها لميل، اعمل مش عارف ايه، والحياه بقت اسهل كتير. والحديث عن الصور بقى، فبرضو الصور بتاعتك لو سوايبت لفوق كده بيظهر لك تفاصيل الصوره اخيرا، بتاخدها موبايل ايه، الساعه كام، كم ميجا، مش عارف ايه، الحاجات دي ما كانتش موجوده. وطبعا السوايب ده لو فاكرين كان بيبقى فيه كده لونج اكسبوجر ولوب وحاجات كده، دي اتنقلت فوق دلوقتي، لو ضغطت على الحاجات اللي فوق دي هتلاقيهم موجودين عادي، تقدر تختار بين. شفت دخلت لك الصور في مش عارف ايه، انا قلت اختصرها لان هي بسيطه او مش محتاجه سيكشن. اللي محتاج حاجه لوحده بقى يا معلم هو سفاري، المتصفح بتاعهم. المتصفح هو اكتر حاجه اول ما فتحتها حسيت ان فيها تغيير، لان على طول اول ما فتحته لقيت السيرش بار دلوقتي بقى تحت ما عادش فوق. في اوبشن على فكره ان انت ترجعه فوق عادي، مجرد ما تضغط على الاي اي اوبشن ده ممكن ترجعه لفوق عادي خالص، بس هو تحت هنا بيحاولوا يساعدوك يعني تقدر تستخدم المتصفح بايد واحده اسهل.
برضو من فكرة الأسهل دي إن أنت دلوقتي تقدر تفتح التابس بتاعت المتصفح، مجرد أنت تعمل سوايب لفوق كده يظهر لك التابس بسهولة قوي بإيد واحدة، الموضوع بسيط خالص وبقى شكلها جديد. لو لاحظين كانت في السوفت وير القديم كان شكلها مرصوص، بقى لها كتير قوي بنفس الشكل ده. برضو بقى عندك دلوقتي سوايب عشان ترفرش، لما تسحب من فوق لتحت كده تقدر ترفرش. الاوبشن ده موجود في كل الابس اللي في الكوكب الا سفاري يعني. برضو عشان استخدامي يبقى اسهل، تقدر دلوقتي تسوايب بين القوائم اللي انت فاتحها في سفاري، لو انت فاتح يوتيوب مثلا، فاتح متصفح تاني وموقع ابل ومش عارف ايه، تقدر تتحرك ما بينهم زي ما بتتحرك بين الابس في موبايلك بره. حركه جامده جدا وبتسهل، انا ساعات بنسى اصلا ان انا فاتح تابس تانيه. من الحاجات برضو اللي خدت وقت شويه الصراحه عشان ايه اكتشفها، هو ان انت دلوقتي تسحب لينك الموقع، تسحبه كده من المتصفح وبايدك التانيه تعمل سوايب فتنقل على النوتس وتعمله دروب في النوتس بقى. ونفس الكلام برضو على فكره بالنسبه للصور، لو انت عاوز تحمل صور دلوقتي بقت تضغط عليها شويه تحدد الصور وتاخدها تحطها في الصور بتاعتك عادي، بتعمل لها داونلود على طول. مش عارف ده كان موجود قبل كده ولا لا الصراحه، ما جربتوش يعني. برضو الاول مره دلوقتي سفاري بقى بيدعم الاكستنشنز او الاضافات. تقدر دلوقتي تدخل على السيتنجز بتاعت سفاري، هتلاقي اوبشن الاضافات، تقدر تحط اضافات على المتصفح زي اللي بنبقى نحطها على الكمبيوتر او على الماك. لو انت مثلا عندك اضافه للترجمه او عندك اضافه للاد بلوك مثلا، هو بيديك على فكره ترشيحات لاضافات للسفاري، في منها مدفوع وفي منها فري لو انت مهتم بحاجه زي كده يعني. برضه سفاري دلوقتي بقى فيه اوبشن انت تخفي الاي بي ادريس بتاعك عن المواقع عشان البرايفسي وكده. واخيرا بقيت اقدر اغير الخلفيه بتاعت السفاري، عادي ممكن تخليها زي خلفية الموبايل او تختار اي صورة انت عاوزها. شوية حاجات اخيرة بقى عشان ضميري بس مرتاح، وهي ان سيري بقت شغالة دلوقتي اوف لاين في بعض المهام الرئيسية، يعني الحاجات اللي ما بتتطلبش نت تقدر تعملها لك لو هي لو انت مش متصل بالنت. في الاي او اس اللي فات كان لازم تبقى متصلة بالنت عشان تقوم باي مهمة. تطبيق الطقس دلوقتي تم عليه تغيير كبير في الديزاين، بقى ابسط كتير ومنظم اكتر. برضه ضافوا له حاجة جامدة قوي زي ان انت تشوف درجة حرارة المنطقة بالكامل، منطقة نص افريقيا شرق اسيا، ممكن تشوف درجة حرارة الكوكب كله. وفي شوية انيميشنز كده، لو الدنيا بتشتي مثلا فيجيب لك ان في شتاء، ولو الدنيا حر فيجيب لك شمس ريفليكشن كده. مش حاجة كمان هي ان خاصية اللايف تكست اللي اتكلمنا عليها بالكاميرا والصور والحاجات دي مش شغالة في النصوص العربية للأسف. اي حاجة عربية مش هتقدر تسكنها او مش تقدر تقرأها وتفهم ان ده نص يعني. وبرضه بمناسبة النصوص العربية بقى، فأنا بحس إن النص العربي في الكيبورد دلوقتي بقى مختلف شوية عن زمان، بقى واخد كيرفات كده خفيفة. في سيرش بار كده بنسحبه من فوق لتحت دايما، ما بنستخدموش قوي غير بنبحث عن تطبيق أو كده. دلوقتي بقيت تقدر تبحث عن أي حاجة بقى، لو بحثت عن قطة أو عربية مثلا هيجي لك الحاجات اللي موجودة في جميع أنحاء الموبايل، حتى في الصور بتاعتك هيفهم. بس ده زي ما قلنا بيتطلب معالج A12 بايونيك. برضو تطبيق الكاميرا دلوقتي لو ضغطت مطولا بيصور فيديو زي ما احنا عارفين قبل كده، بس لو رفعت لفوق ونزلت بيعمل زوم زي انستجرام كده. والمنبه دلوقتي برضو رجع لشكله القديم، وتقدر الوقت تضغط وتكتب الوقت اللي انت عاوزه، مش لازم تسوايب عشان تحدد وقت معين. وبس كده، دي كانت كل حاجة اكتشفتها في الاي او اس 15 الجديد. التغيير الصراحة المرة دي بيضيف كمية اوبشنز وكمية تعديلات ما كانتش موجودة، وكان غريب قوي لو سمعنا ان ابل بتعمل حاجة زي كده من فترة. بس انا كده خلصت، بقى اتفضل يا باشا. لا تاني انا مش هقدر برضه اقوم عشان المعدات، احنا لسه هنا. هناك هنا اتفضل.